والدوليه. ابرز عناوينها لليوم خطاب الرئيس الفلسطيني في الامم المتحده وصايه امريكيه على لبنان وطهران وواشنطن الى اين؟ نبدا من الصحف الفلسطينيه والى ما كتبت لليوم في نبض الحياه الجديده من عنوان عن الرئيس محمود عباس وخطابه في الامم المتحده فكان هذا العنوان خطاب تتويج الجهد الدبلوماسي للرئيس أبو مازن فتقول هنا الصحيفة مساء يوم الأحد أو يوم الخميس الماضي الموافق السادس والعشرين من أيلول الحالي توج الرئيس محمود عباس جهده الدبلوماسي بخطابه الدوري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دوراتها الرابعة والسبعين والذي عكس أبرز القضايا المثارة على الساحة الفلسطينية وتميز خطاب الرئيس ابو مازن السياسي هذا العام في نقطتي البدايه والنهايه اللتين حملتا دلاله هامه حيث بدا بدعوه الدول وشعوب العالم والمنبر الاممي بفتح افق الامل امام الاجيال الفلسطينيه القادمه وختم الرئيس ابو مازن خطابه بالتاكيد على حقوق ورواتب اسر الشهداء والاسره والجرحى الذين ضحوا من اجل بلوغ هدف الحريه والاستقلال وتاكيدا ايضا على ان هؤلاء هم ابطال كلمه الرئيس محمود عباس جاءت بعد جهد دبلوماسي وايضا سياسي مكثف ومتميز ومبدع خلال ايام محدوده لم تتجاوز عدد ايام الاسبوع حيث التقى اكثر من 30 ملكا ورئيسا واميرا ورئيس وزراء ووزيرا وزعيما عالميا بالاضافه لمشاركته في المؤتمر للتنميه المستدامه نيابه عن مجموعه ال77 وايضا الصين ونستكمل ايضا في الصحف الفلسطينيه ما كتب عن خطاب الرئيس محمود عباس في الامم المتحده ولكن هذه المره من صحيفه القدس وهذا العنوان امريكا لا تريد استقرارا في العالم العربي. فتقول هنا الصحيفه لقد تاكد لشعبنا الفلسطيني والعالم العربي والاسلامي ان امريكا ترامب وفي عهود رؤساء اخرين لا تريد الامن والاستقرار والسلام في فلسطين والشرق الاوسط مما يهدد السلام العالمي وذلك بدعمها المستمر لهذا الكيان العنصري الصهيوني ولعده اسباب اصبحت واضحه للعالم اجمع وهي الاتيه اول هذه الاسباب تقول هنا التغاضي عن الممارسات الاسرائيليه وانتهاكات اسرائيل الجسيمه وما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وايضا امعانها المتعمدة في خرق القانون الدولي وعدم تنفيذ اي من قرارات الشرعيه الدوليه سواء الصادره عن مجلس الامن او الجمعيه العامه او اي من منظمات ووكالات الامم المتحده ثانيها ايضا سكوت أو سكوت أمريكا عن خرق إسرائيل لجميع القرارات والاتفاقيات التي وقعت عليها بنفسها في المحافل الدولية، والجميع يذكر قرارات الأمم المتحدة التي وقعت عليها إسرائيل كشرط لقبولها عضواً في المنظمة الدولية، ثم تنكرت لهذه القرارات بما في ذلك ما يتعلق بعودة اللاجئين وعدم ممارسة التمييز العنصري ضد فلسطينيي الداخل. ثالث النقاط تقول الصحيفه في عهد الرئيس ترومان اتخذ ترومان قرارا مذلا وبدون دراسة الوضع وتاريخ فلسطين وافقت لأجل دعم اليهود ليفوز بكرسي الرئاسة في الانتخابات التالية بعد وفاة روزفلت المفاجئة ورسم خارطة فلسطين وعرضها على الأمم المتحدة وانتزع القرار الأممي بتقسيم فلسطين بحيث تكون حصة إسرائيل 54% والباقي للشعب صاحب الأرض الأصلي و2% لتدويل القدس. مشاهدينا في هذه الجوله في الصحف الفلسطينيه نتحدث ايضا عن موضوع مختلف هنا وهذا العنوان عن الصبر الاستراتيجي والنهايات المفتوحه للازمات من صحيفه الايام بقلم عريب عفوا رنتاوي تقول هنا بدات اداره الرئيس دونالد ترامب ولايتها بتوجيه أشد الانتقادات للاتفاق النووي مع إيران وحملت إدارة أوباما المسؤولية عن إبرام أسوأ اتفاق من نوعه في التاريخ وتهددت إيران أو طهران بشتى الخيارات بما فيها الخيار العسكري ووصل الأمر حد التلويح بمسحها عن الخريطة وفرضت تقول هنا الصحيفة عليها أشد العقوبات واستعملت ضدها تكتيك أقصى الضغوط ظناً منها أن ذلك كله سيدفع إيران لرفع الراية البيضاء والنزول عند شروط مايك بومبيو الثلاثة عشر لكن ذلك لم يحدث على الإطلاق رغم الضغوطات اليوم يبدو المشهد مغايرا نسبيا صحيح أن إيران تضررت إلى أبعد الحدود من نظام العقوبات الصارم المفروض عليها لكن في المقابل فشلت واشنطن في حشد جبهة عالمية مؤيدة لها في مقارباتها حالة التردد والتوتر الناجم عن انقسام الإدارة الأمريكية والخلافات التي تكشفت بين أركانها تضفي قدرا من القلق والتحسب على مواقف حلفاء واشنطن وانحيازاتهم وايضا تفضيلاتهم ولولا ان ثمه هناك انقسام مماثل وربما اكثر عمقا داخل صفوف الاداره الايرانيه بين محافظين اي ثوريين متشددين واصلاحيين معتدلين لربما كانت مائده المفاوضات الايرانيه الامريكيه قد التامت منذ زمن مشاهدينا بهذا ننهي هذه الجولة في الصحف الفلسطينية ونذهب إلى فاصل نعود بعده لنستكمل البرنامج كم مشاهدينا من المنصات والصحف العربيه اخترنا هذا التقرير من رويترز فبعد اعتقال ما يقارب 300 طفل وتكبيلهم في مدرسه السلطات النيجيريه تفرج عنهم فما هي هذه التفاصيل نتابع مع رويترز قال متحدث باسم الشرطه النيجيريه يوم الجمعه انها انقذت اكثر من 300 شخص معظمهم اطفال كانوا مكبلين في مبنى بمدينه كادونا في شمال البلاد وذكرت الشرطة أن الكثير من الأطفال كانوا مكبلين بسلاسل معدنية حول كواحلهم وأضاف أن المبنى يضم مدرسة إسلامية وجرى اعتقال سبعة يعتقد أنهم معلمون بالمدرسة خلال المداهمة التي شنتها الشرطة على المبنى علي جانجا مفاوض الشرطة بولاية كادونا يوجد هنا أطفال صغار جرى إحضار بعضهم من دول مجاورة مثل بوركينا فاسو ومالي وغانا وغيرها أما الأطفال الموجودون هنا فقد جاءوا من كل أرجاء البلاد وبعضهم كان مكبلا بالسلاسل وتم استغلالهم وانتهاك آدميتهم يمكنكم أن تروا ذلك بأنفسكم وقال ياكوب سابو المتحدث باسم شرطة كادونا إن حكومة الولاية تقدم الطعام الآن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام أو أكثر وقالت الشرطة إنه جرى نقل الأطفال إلى معسكر مؤقت داخل استاد في كادونا على أن يتم نقلهم لاحقا إلى معسكر آخر في إحدى ضواحي المدينة في الوقت الذي تجري فيه محاولات للعثور على آبائهم والمدارس الإسلامية المعروفة باسم الماجيرس منتشرة في الجزء الشمالي من نيجيريا الذي يغلب المسلمون على سكانه وتوصم المدارس الإسلامية في نيجيريا منذ سنوات بمزاعم بشأن سوء المعاملة واتهامات بإجبار بعض الأطفال على التسول في شوارع المدن بشمال نيجيريا. وفي وقت سابق هذا العام قالت حكومة الرئيس محمد بخاري إنها تعتزم حظر هذه المدارس لكنها لن تتخذ تلك الخطوة بشكل فوري مشاهدينا ترامب وايران النافذه المغلقه هذا كان ابرز عناوين صحيفه الشرق الاوسط وايضا ابرز العناوين في الصحف العربيه لليوم ومن هذا المقال وهذه الصحيفه يقول هنا الكاتب المصري اميل امين في هذا المقال عبر عقود طوال كانت المملكه العربيه السعوديه خير صديق وحليف للولايات المتحده ولهذا يعد خطاب ترامب في اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده اعترافا امريكيا رسميا بان ايران هي التي تقف وراء الاعتداءات الارهابيه على منشات ارامكو النفطيه فتكمل لدى الرئيس الامريكي دونالد ترامب قناعه مطلقه بان طهران تسعى للحصول على السلاح النووي وبقدر القناعة بدا الرفض المطلق من قبل رئيس الولايات المتحدة لهذه الفكرة المجنونة التي لا يقبل بها محب السلام في شمال المسكونة وأيضا في جنوبها ولعل من المثير أن تلعب الإيراني قد حاول أن يشاغل ويشاغب الرئيس الأمريكي ترامب عن طريق الالتفاف على الأهداف ومحاولة سرقة الأضواء وتسويف الوقت غير أن الساعة كانت قد تجاوزت الحادية عشر بالفعل فستستمر تقول الصحيفه ستستمر عقوبات امريكا بل وتتعزز يوما بعد يوم ستتعزز طالما بقي العنف الايراني من دون مبرر هذا هو جواب ترامب على الايرانيين الذين تطلعوا منذ بضعه اسابيع الى لقاء في كواليس الامم المتحده مع ترامب لقاء ييسر من رفع بعض العقوبات ويفتح المساقات لبناء اتفاق نووي جديد مشاهدينا ننتقل الآن إلى نوافذ متن الخبر وإلى العاصمة الأردنية عمان مع الزميلة أروى حمد أروى أهلا بك شكرا لك نادين ونرحب بمشاهدينا في جولة جديدة في الصحافة الأردنية نبدأها مع صحيفة الغد ومع مقال الكاتب محمد المومني تحت عنوان هل ينجح نتنياهو بتشكيل حكومة؟ يقول الكاتب: أمام نتنياهو 28 يوماً لكي يشكل حكومة، وإذا ما فشل بإقناع ليبرمان الرافض للآن الانضمام لحكومة فيها أحزاب يمينية متشددة، سيكون أمام الرئيس الإسرائيلي إما تكليف شخصية أخرى من الليكود أو الطلب من جانتس تشكيل الحكومة ويضيف الكاتب كل هذه الاحتمالات واردة وثابت بينها جميعا أن نتنياهو شخصيا أصبح معضلة سياسية قائمة بحد ذاتها وحتى إن تمكن من تشكيل حكومة فلن يكون مطلق اليدين سياسيا وننتقل إلى صحيفة الدستور أيضا في ذات السياق كتب كمال ذكرنا مقالا تحت عنوان إسرائيل إزاحة نحو اليمين. يقول الكاتب: في حالة نتنياهو نجد أن كل ما يجري داخل الكيان يهدف إلى تحقيق منجز واحد وهو إنقاذ نتنياهو من الاعتقال والموت السياسي، وأن إجراء الانتخابات الأولى والثانية للكنيست تصب في تحقيق هذا الهدف. ويضيف الكاتب الفرق بين ما يسمى باليمين واليسار في الكيان المحتل، أن اليمين مباشر ويسلك أقصر الطرق لتنفيذ مخططات وبرامج المشروع الصهيوني في فلسطين التاريخية، بينما اليسار يسلك طرقًا ملتوية ويصل إلى نفس الهدف ونبقى في صحيفه الدستور ومع مقال تحت عنوان حكمه الملك توجه عين العالم لفلسطين بقلم نيفين عبد الهادي تقول الكاتبه لقي خطاب جلاله الملك اهتماما بالغا فلم يدع جلالته اي شان الا وتطرق له بلغه شفافه ليوصل بذلك عشرات الرسائل للعالم باسره بتجديد الثوابت الاردنيه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودينيا وتضيف الكاتبه عندما يصف جلاله الملك استمرار الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين بماساه اخلاقيه عالميه فبذلك جلالته يطلق شعارا سياسيا للقضيه الفلسطينيه ويفرض على الجميع النظر للقضيه الام. ومع هذا المقال تكون جولتنا في الصحافه الاردنيه قد انتهت وعوده اليك. شكرا نادين. لك يا اروى مشاهدينا في نوافذ متن الخبر ننتقل الى العاصمه المصريه القاهره وابرز ما جاء في الصحف المصريه لهذا اليوم مع الزميل اشرف لمبيض، اهلا بك اشرف. تحياتي لك نادين واهلا وسهلا بالساده المشاهدين في جوله مع الصحافه الم... المصريه لهذا اليوم ونبدا فيها من صحيفه الجمهوريه في رد واضح على منابر اعلاميه ارهابيه تستهدف الدوله المصريه ومؤسساتها وجيشها خرجت المسيرات الجماهيريه المصريه المؤيده فور عوده الرئيس المصري من نيويورك عن ذلك كتب ناجي قمحه قرار الشعب الواعي يقول فيه يزداد الشعب المصري تمسكا بمسيرته التي بداها في الثلاثين من يونيو عندما اسقط الجماعه الارهابيه المتخلفه واسقط معها اوهام القوى العالميه المتامره على مصر وصمد امام وحشيه الارهاب مضحيا بالشهداء من خيره ابنائه في القوات المسلحه الباسله والشرطه الوطنيه واحبط كل المحاولات المعاديه لشق الصف الوطني المتحد واثاره الصراع الداخلي على النحو الذي دمر دولا عربيه اخرى ونتحول الى صحيفه اخبار اليوم تكليف الرئيس الاسرائيلي لبنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومه رغم فارق مقعد واحد عن منافسه جانيتس هو بسبب ما يسمى بصفقه القرن. هكذا ترى الكاتبه رهاب عبد الوهاب في مقالها اتمام الصفقه وتوضح الكاتبه اختيار نتنياهو قد يكون بسبب تمكنه من الحصول على تأييد 55 نائبا لتشكيل ائتلاف مقابل 54 لمنافسه جينيتس، لكن السبب الأهم في رأيي صفقة السلام الأمريكية الغامضة التي أرجأ الرئيس ترامب الإفصاح عنها لما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وذلك لأن تلك الصفقة مرتبطة بوجود نتنياهو على رأس السلطة لأنه كان أحد المشاركين في طبخها، وتتساءل الكاتبة هل ستشهد صفقة السلام ارجاء جديدا وربما ابدي خاصه مع انشغال ترامب بازمته الداخليه والانتخابات الرئاسيه ونتحول ايضا الى صحيفه الاهرام حظوظ فوز المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد في جوله الاعادة مرتبط بمشروعه السياسي ففي مقالها قيس سعيد ومشروعه السياسي تشير الكاتبه نيفين مسعد الى اربعه ركائز لهذه لهذا المشروع منها دفاع قيس سعيد عن الدور الاجتماعي للدولة في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي ووصل إلى القول إنه لا بد أن تتولى الإدارة دورها الاجتماعي كما كان على الأقل في السنوات الستين ومع أن الدور الاجتماعي للدولة أمر في غاية الأهمية لحماية الطبقات الفقيرة إلا أن المطالبة باستعادة هذا الدور كما كان في الستينيات أمر مستحيل إلى هنا شكرا لك نادين وللسادة المشاهدين من القاهرة إليك في رام الله شكرا لك أشرف مشاهدين ننتقل إلى فاصل ونعود بعده لنستكمل البرنامج مشاهدينا أهلا بكم مجددا ما بين بريطانيا ومعضلة خروجها من الاتحاد الأوروبي وفضائح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة اخترنا من The Guardian ما كتبه جوناثان فريلاند عن التشابه بين الأزمتين وتحت عنوان ترامب وجونسون يحصلون على النتيجة فهل ستجعلهم أقوى فتبدأ هنا الصحيفة في الصحف الدولية وهذه الصحيفة البريطانية The Guardian بالحديث عن جونسون وترامب فتقول هنا إنه منذ عام 2016 تصارعت كل من بريطانيا والولايات المتحدة مع مصير متشابه في مواجهة توأمي الشعبوية أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأيضا في أمريكا ترامب هذا الأسبوع بعد فترة طويلة جاءت أولى علامات الحساب بعد ثلاث سنوات سخر فيها الفائز في انتخابات 2016 من القيود الدستورية التي تحافظ على ديمقراطية ليبرالية، سخرت الدساتير عليهم على جانبي المحيط الأطلسي منهم ودفعتهم أو سحقتهم، فتختلف الآليات بطبيعة الحال بين جونسون وترامب، تختلف هذه الآليات لكن التقارب بين القصتين المترابطتين لم يكن غريبًا على الإطلاق. ألغى قضاة المحكمة العليا البريطانية البالغ عددهم 11 قاضيًا تعليق بوريس جونسون غير القانوني للبرلمان البريطاني في نفس اليوم الذي وضعت فيه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي جانبا مخاوفها السابقة وأطلقت تحقيقا في محاكمة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي وتكمل The Guardian بالقول لكن ما يربط الحالتين أي بريطانيا وأمريكا أكثر من غيره هو أنهما مؤطرتين بنفس الطريقه يصر كل من البريكزيترز من يودون الخروج من الاتحاد الاوروبي وترامب على انهم في صراع عملاق بين الشعب والنخبه المكروهه التي تتالف من اي شخص قد يحبط ادارتهم اي القضاه والصحفيين او حتى الممثلين المنتخبين وهذا يؤدي الى المعضله التي واجهت اولئك الذين يعارضون خروج بريطانيا او ترامب فيقول الكاتب هل من الحكمه ان نواجه تحديا عندما يؤكد هذا التحدي بالذات الاطار الذي انشاه ترامب او البريكزيترز ويعززه بعباره اخرى هل من الحكمه محاربه الشعبويه عندما تكون المعركه هي ما يريدونه بالضبط اي هنا جونسون وايضا الرئيس الامريكي دونالد ترامب نتحدث عن ازمه ترامب ايضا ونذهب الى الولايات المتحده وتقدم الديمقراطيون تقدموا بشكوى ضده فأمام إعادة ترشيحه للانتخابات الأمريكية قنبلة جديدة تتفجر في طريقه وإدارته بتقديم مسؤول سابق من البيت الأبيض شكوى رسمية الخميس يتهم فيها مسؤولي البيت الأبيض الحاليين بمحاولة إخفاء مكالمة له مع رئيس أوكرانيا. نيويورك تايمز أعدت هذا التقرير نتابع سويا. اعتقد ان كل ما يحصل هنا هو امر غير مسبوق جلسه استماع متوترة واتهامات باخفاء معلومات وتهديد واضح من الرئيس كل ذلك تبع تقديم المخبر للشكوى مدير الاستخبارات قدم شهادته للجنة الاستخبارات في مجلس النواب ودافع عن المخبر سيد الرئيس مهمتي ان اتابع واقود المجتمع الاستخباراتي بالكامل هذا الشخص يعمل لدي بالتالي فمن واجبي أن أدافع عنه. أعتقد أن المخبر قام بما يتوجب. رفض ميغواير أن يقول إذا تكلم مع الرئيس عن الشكوى المقدمة ضده محادثتي مع الرئيس ولانني مدير الاستخبارات الوطنيه هي ميزه وسيكون غير مناسب ان اقول ما حصل لانه كشف للمعلومات سيدمر علاقتي مع الرئيس استخباراتيا. رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي وصفت افعال البيت الابيض بحجب الحقيقه الشكوى تؤكد أن هناك اعتداء متكرر يتمثل بنظام تسجيلات إلكتروني يحفظ معلومات وطنية سرية وحساسة. يستخدمه البيت الأبيض لإخفاء معلومات ذات طبيعة سياسية. هذا حجب للحقيقة. بعد عودته من نيويورك دافع ترامب عن افعاله وانتقد الديمقراطيين. مكالمتي كانت مثاليه. قال الرئيس الاوكراني بالامس انه لم يتعرض لاي ضغط. وقالها بوضوح تام للصحافه. ما يحاول ان يفعله الديمقراطيون لهذا البلد هو عار ويجب ان يمنع. يجب ان يكون هناك طريقه لوقفه. وهاجم مصادر المخبر في لقاء خاص. أريد أن أعلم اسم الشخص الذي أعطى المخبر المعلومات، فهو يشابه الجواسيس. هل تعلمون ماذا كنا نفعل بالجاسوس في الأيام الخوالي عندما كنا أذكى؟ مشاهدينا ننتقل الآن إلى صور الكاريكاتير نتابعها سوياً. مشاهدينا كان هذا كل ما لدينا لليوم شكراً على حسن المتابعة إلى اللقاء